أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ورجعت لنا الأمطار والشتوية عن جديد. إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير. اليوم حلقتنا جديدة، معنا موضوع كتير 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 مهم. رح نحكي إيش هو موضوعنا، لكن خلينا نروح لجولة سريعة إلى العناوين. البقدونس وصفة مثالية للتخلص من رائحة الفم. وهل ابنك المراهق يكذب وماذا عليك أن تفعل؟ وعنوان حلقة اليوم العنف الأسري. يعني عادة نشوفك واحد عنده هاي الصفات العنف الأسري، بدنا نرجع نشوف تاريخ العائلة كأبو. لكن مشاهدين عرفنا شو أخبارنا لليوم وشو مواضيعنا. موضوع حلقتنا لليوم هو عن العنف الأسري، وأكيد شفنا من ضمن الأخبار في حال ابنك المراهق كان عم يكذب، الدراسات شو بتقول لك لحتى تقدر تتعامل معه. لكن اليوم رح نحكي عن العنف الأسري. العنف الأسري قد يكون ضد المرأة الزوجة، قد يكون ضد الأبناء، وقد يكون من الوالدين على الأبناء وهكذا. فأنتوا رح تحكون على الأرقام اللي عم تظهر على الشاشة لحتى تشاركونا بموضوع حلقتنا لليوم مشاهدينا. لكن أكيد نحن متعودين إنه زميلنا المراسل إبراهيم الدوري بيروح بينزل على الشارع بيلتقي ببعض الناس من عراقنا الحبيب لحتى يسألهم عن موضوع حلقتنا لليوم، شو كان رأيهم بالعنف الأسري؟ خلينا نشوف. يعني كعنف أسري بشكل عام هو بالتأكيد راح ينبع من بيئة معينة، يعني دائما اكو فد خلفيات تأثر على عوائل معينة تؤدي الى نتائج من ضمنها العنف الأسري. يعني ما معقولة مثلا عائلة تكون مبنية، يعني الأطفال متربيين على بيئة سليمة على مفهوم المسالمة والتصالح، راح تؤدي الى عنف أسري بالمستقبل كأطفال. يعني عادة نشوف اكو واحد عنده هاي الصفات مال العنف الأسري، بدنا نرجع ونشوف تاريخ العائلة كأبوه او امه وحتى ببيته او جده، راح نلقى انه اكو فد نقطه معينه يعني بعائلته سابقا، راح يعني نلقى نقطه معينه بعائلته سابقا كان اكو فد مشكله من ناحيه يعني العلاقه بين الاب والام او الجد والجده، بالتالي هو شاف هذا الشيء وطبع به وصار عنده بالمستقبل كصفه من صفات المكتسبه، يعني صارت عنده بالمستقبل. العنف الأسري يسبب كثير من المشاكل النفسيه للانسان، بالتالي هذا يؤدي الى انعكاسات سلبيه على نفسه وبالتالي على المجتمع، لأن الأسرة هي المكون للمجتمع، هي النواة الأولى لتكوين المجتمع. فيجب مو العنف أو كل شيء بالتفاهم يصير، العنف مو شيء يعني أساسي، يؤدي إلى أشياء سلبية أكثر من إيجابياته. أكيد أكيد يؤدي إلى المشاكل، تؤدي إلى الطلاق، وبالتالي حتتشتت عائلة كاملة، أطفال كذا كل حتتشتت. صحيح. أول شيء غياب الثقافة، ثاني شيء غياب العدالة واللي هي يعني العامل الأساسي أعتقد هي غياب العدالة، اثنين هي هيمنة الرجل على يعني المجتمع بشكل عام، يعني هو الرجل يحس نفسه متفوق بكل شيء، وغياب لغة التفاهم بين الأب والابن هي أكثر احتمال يعني يصير بين الأب والابنة، هو يعني غياب سوء التفاهم أو التربية هي اللي تخلي الفرد يخاف من أبوه، لأنه يعني هو الأب يكون مسيطر دائما، بس الأب لازم المفروض يعني يحط احترام لابنه من هو صغير وحتى يبدي رأيه، وهذا الشيء يعكس مستقبله، وطبعا بالتالي يعني يكون رجل بمستقبل هذا الرجل هم راح يحترم مرته ويحترم ابنه، وهذا الشيء هو يبدأ من الأسرة ويبدأ إصلاحه. لكن مشاهدينا شفنا بعض الآراء وصراحة يعني هي مقنعة جدا. أول شاب حكى لنا رأيه بيقول إنه إذا بترجعوا لتاريخ العائلة بتلاقوا إنه العنف الأسري موروث، يعني الأب لما هو بيعنف أولاده أو أهل بيته إذا بترجع لتاريخ حياته بيكون هو اتعنف من والده، ممكن من والده ووالدته. فهذا موضوعنا لليوم مشاهدينا، ومثل ما قالت صديقتي إتنا بالتقرير قالت إنه غياب الثقافة هو ممكن يعمل عنف أسري. أكيد، لأنه الثقافة هي تعامل، التعامل مع أي حدا وأي شيء بالحياة هو هذا بحد ذاته ثقافة. اتصالاتكم على الأرقام اللي عم تظهر على الشاشة بتبسطنا كتير، لكن رجاءً نصوا صوت التلفزيون واسمعونا من التليفون، ويا ترى مين معنا؟
اوكي. الو، مين معنا؟ انتوا على الهواء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا. تقريبا صحيح العمر يمضي واحنا نمشي، بس تبقى تامرة هي كل شيء. وصحيح الدنيا صعبة ومنها نشكي، بس تبقى القوة وسامرة تسوى كل شيء. شكرا والله، انتو الكل بالكل يا عمار، وشكرا على هالمقدمة الجميلة جدا. عمار. نعم. شو رأيك بموضوع حلقتنا لليوم؟ قديه هو مهم طبعا أكيد، لكن شو أسباب العنف الأسري من وجهة نظرك يا عمار؟ والله هو صح، أنا شفت التقرير، بس بالنسبة يعني إحنا أيام زمان يعني مثلا يعني جد والدي أو ماكو، ما كان صح يعني بشديد صراحة، يعني والدي من كان يسولف كان الناس على نياتها، فقرة، ماكو واحد عصبي، ماكو واحد يعوم، خصوصا قبل، بس هسه زاد العنف اكثر، العيشه الصعبه، اللي يشوفون يعني الاب يتعب، الام تتعب، فمرات اللي يشوفون الوالد يطلع اعصابه وعصبيته على يعني على اولاده صراحه، يعني صح. انا عندي كم شخص اعرفه يعني يقتل ابنه خلاص يدنيه، يعني مره انا يعني اعرف شخص شمر ابنه، يعني شغل الشمرة يعني راضي كنت خلاص. صح، هو شوف بس لأصحح لك معلومتك أكثر عمار، جدودنا يعني وأهالينا قبل أبهاتهم كانوا مش إنه مو شديدين، بالعكس كانوا شديدين كثير لكن على حق، وكانوا هن فارضين شخصيتهم بدون عنف بدون ضرب، خلص كان الواحد لما يحكي لابنه تعال يروح وإجريه عم بترج من الرعبة. هلأ الوالد خصوصي بهاي الأيام بطل في له هديك الهيبة للأسف. فهاي هي صح كلامك يا عمار، اكيد مليون بالمية. نعم، بس اخت ياسمين، واحنا ظروفنا تختلف عن زمان، يعني هسه هم يتعبون يعني وليل ونهار، يجي ابنه مثلا وكح يعني حرك فيطلع اعصابه بابنه، وهذا الشيء غلط، هذا راح يؤدي الى طريق اعوج بصراحه. صح، لازم يكون اب صبور، لازم يكون اب حنون، لازم يكون صحيح. اب عادل بين اولاده يعني صراحه، حتى زوجتي انا اعرف اشخاص حتى تكون زوجاتهم يعني بعصبيه، وهذا الشيء غلط يؤدي الى طريق اعوج، لازم يكون 50% عدل، 50% عوج عم يعني يساوي بين اولاده وبين زوجته. صحيح، فالعنف يؤدي الى طريق اعوج، فاتمنى من الرجال وحتى النساء يعني اعصابهم شويه يعني يكونوا ريلاكس ويا الاطفال، يتحملوا شوي. يعني نعم، صح احنا الظروف صعبه، بس لازم يكونوا ايجابيين اكثر من السلبيين. تحياتي محمود ابو بلع وتحياتي للكادر الغالي. شكرا يا محمود، شكرا، مداخلة رائعة منك. هلأ نحن لما بنحكي عن العنف الأسري يا جماعة، القصد فيه اللي هو الكلام اللي بيجرح، الضرب يلي بيأذي كتير. عم تنتشر فيديوهات على الفيسبوك، بتلاقي مثلا الأب بيضرب ابنه ما بعرف شو بتسموها، مثلا بالبربيش، بعصاي، اللي مش عارف ايه، لا صعبة هاي، فصندة، اللي بيجرحه، اللي بيأذيه، يعني هذا هو العنف الأسري، يعني وحشية، هاي الوحشية اللي بتكون جاي من الوالد أو من الوالدة. شو سببها يا ترى؟ يعني إحنا كتير بنشوف أوقات رضيع الأم بتضربه، أطفال صغار. هلأ أنتو بالترباي لو قرصت ابنك ضربته كف مثلا، ضربته على إيده، هذا مش عنف أسري، لا، يعني هو أوقات مع الترباي بتضطر إنك أنت تضرب ابنك، تعاقبه، تعمل اي رد فعل الى تصرف سيء له، لكن في تعنيف، احنا بنحكي عن العنف الاسري، ليش وشو اسبابه يا ترى؟ وهذا موضوعنا لليوم. اتصالاتكم رح نضل ناخذها لنهايه الحلقه اكيد، لانه مواضيعنا نحن بنحب انه نتشارك فيها ونسمع ارائكم اكيد. هيك بنكون نحن وصلنا لجولتنا الاولى، وهي جوله حول العالم من خلال بعض مواقع أخبار، كنت حقول التواصل الإلكترونية، لحتى نكون شوي منوعين، وأكيد نحن بالعادة بنبلش بالصحة. كتير في ناس
بتحافظ على نظافتها الشخصية، لكن في عندهم ريحة التم هاي ما بتروح، إن كانوا مدخنين، إن كان أسباب بالمعدة، هلأ إذا في مشاكل بالمعدة هي بتعمل هيك، إن كان أسباب تانية غير. لكن نحن بنعرف صار إشي طبيعي، يعني إنه نحن مثلا بقول لك فلان أنا هيك هيك بعاني من هالمشكلة، بتقول له حط لك حبة هيل بيتمك، حدا تاني بقول لك كل علكة إلى آخره. لكن اليوم خبرنا شو بيقول؟ بيقول البقدونس بيروح ريحة التوم. خلينا نشوف الدراسات والعلم شو بيقول عن موضوع البقدونس، وإليكم الخبر. هلأ بيعاني كتير من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة، والتي تعتبر من الأمور المزعجة. تخيل حالك عم تحكي مع حدا وهذا الحدا عم بيبعد عنك لأنه مو طايق ريحتك التي تسبب إحراجا كبيرا بين الناس. فأوضحت مجلة إنستايل الألمانية أنه يمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة من خلال تناول البقدونس لاحتوائها على مادة الأبيول، وهي عبارة عن زيت نباتي بيعمل على معادلة الروائح الكريهة. وأشارت المجلة إلى أنه يمكن أيضا تناول التفاح لأنه يحتوي على مركبات البوليفينولات التي تعادل الروائح الكريهة، كما أن حبة التومي أو لا سوري تمرة التفاح يعمل على تخليص الأسنان من البكتيريا العالقة بها مما يحول دون انبعاث رائحة كريهة من الفم. البقدونس شو يعني؟ معدنوس، معدنوس يعني بقدونس بالعراقي. اوكي، كلوا معدنوس، اصلا هو كتير منيح لاشياء تانية. البقدونس اي شيء اخضر كتير منيح، البقدونس انا بحبه. معدنوس بتعملوا تبوله، تبوله كتير طيبه. كلوا معدنوس مع التبوله. ومشاهدينا المخرج إلا بده يعني أقول إنه هو عامل لنا القهوة اليوم، قهوة القصيم سعودية هو عاملها. يسلموا إيديك يا عمر، يعني بتشهي بتشهي بتشهي، يعني كل ما أشرب هيك بحس إنه أنا لازم أنتحر من قد ما هي طيبة. يعطيك العافية، منيح هيك؟ أوكي. لكن مشاهدينا نحن ما زلنا بأخبارنا الصحية، ومن إيش اسم البقدونس؟ المعدنوس. احنا بنضل باخبارنا الصحيه، لكن كثير في منا بيعمل رجيم بس جسمه ما بيتقبله او ما بيتفاعل معه، يا ترى ليه؟ خلينا نشوف هذا الفيديو. كثير بنسمع عن موضوع طرد السموم وحكينا عنه بحلقه ماضيه، هو الديتوكس. لكن اذا انتم بدكم تتبعوا طريقه سهله في طرد السموم، هلا كل الناس حامله مطره المي تبعتها وحاطه فيها قطع ليمون كثير منيحه، وايضا البقدونس. ابو سداد، الو. حج متولي، يا اهلا يا مسا النور، كيفك؟ كيف الحال؟ منيحه؟ منيحه، انت شو اخبارك؟ منيح؟ والله الحمد لله منيح، الاخبار كويسه الحمد لله رب العالمين. قديش انت انسان متفائل وايجابي، يعني يعطيك الف عافيه ابو سداد. شوف يا سمير، يعني انظر الى عرض خضراء ما انظر الى عرض جرداء. كمان مره ابو سداد، لاني ما فهمت. اقول لك انا ما انظر الى انظر الى العرض الخضراء ما انظر الى العرض الجرداء. اوكي، يعني انت بتحب تشوف الارض الخضراء، يعني انت انسان كثير متفائل، ونحن ذات الشيء. تفضل يا ابو السوداد. ابو السوداد، بس عشان انا تخربطت شوي، انت يلي مره حكيت معنا وقلت لنا انك متزوج ثلاثه. نعم. طيب يعني عن جد انت الحج متولي. طب بما انه حضرتك ان شاء الله الله يعطيك الصحه، شو رايك بالعنف الاسري؟ اسباب ولا شو بترجع؟ والله انا بالنسبه لي العنف الاسري هذا مرفوض يملك قطعا. اكيد، بس انت يعني على هوا رايك الشخصي، شو السبب بيرجع لحتى الاب يعنف اولاده؟ وين السبب بيرجع؟ طبعا العنف الاسري هو حاله غير حضاريه ست سنين، وهذه هي موجوده، العنف الاسري موجود عند العراقيين والدول العربيه. صحيح. اما من اوروبا، صحيح، الدول الأوروبية والغربية ما عندهم عنف أسري، عندهم تربية للأطفال، أدب، أخلاق، العنف لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. صحيح، يعني عندهم مش ما عندهم، لكن نسبة قليلة جدا يا أبو سداد، يعطيك ألف عافية. نعم. تفضل تفضل، أنت على الهواء. لا
ارجع ارجع احكينا. انا سوري ما بعرف انه كنت بدك تحكي شيء زياده، ارجع احكينا بليز يا ابو سداد. ابو البلاح، اوكي ابو البلاح. الو، مساء الخير. يا مساء النور، شو اخبارك؟ الحمد لله، اخباركم من اخباركم، شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين الحمد لله، يعني تمام التمام. تفضل. طبعا انت، انا بالنسبه لي انه حياتي طبعا اول مره نعمر عبيده وحمود والاستاذ مراد. طبعا انت اليوم كانت عندك اطباء امزاعيه اثنين، ما اريد اذكرها حتى لا شيء يصير بيناتنا، حذر ثلث ما يساعد ان شاء الله. ايش هي اخطاء اخطاء املائيه؟ اي 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 وين؟ دائما اذكرها وبحكي اليوم ما اريد اذكرها. لا 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 اذكرها، يعني شو ضل قصدك؟ اخطاء، اوكي احكي لي شو حكيت على العنف الاسري يمكن. ما يخالف يا عزيزي، طبعا عنوان الحلقه اليوم حول موضوع العنف الاسري. طبعا هو يتبع شغلتي، انت يتبع الاب مثلا يتعامل برا، تعامل خارجي مع اصدقائه بالعمل، يجي وين يقضي العنف مالته والعصبيه؟ يقضيها على اولاده والعائله اللي هو يعني فيها، يعني يجي غير يضرب عليهم يعصب عليهم. شغله ثانيه محاضره، شغله محاضره وما بها التقاطع المفروض، يعني مثلا يدير بال على اولاده، يدير بال على اهل بيته، يعطيهم حريه بس مراقبه المفروض، ما يظل يضرب معصب عليهم ويغضب عليهم، هذا الشيء ما يشوفهم. بس يا محمود، هو الموضوع اكبر من عصبيه واكبر من انه الواحد لما يكون برا البيت بصير معاه شيء فبيجي بدق في اهل بيته. لا، العنف الاسري انا بعتقد بيرجع لحالات نفسيه، يعني انت لما تلاقي واحد ماسك ابنه وابنه عم بيموت بين ايديه، هذا انسان طبيعي؟ مستحيل يكون انسان طبيعي. بعتقد مثل ما حكى الشاب اللي كان بالتقرير انه أكيد هو صاير معاه نفس الشيء، أو مش أكيد، بنسبة عالية، لحتى عم بترجم هاي الأشياء اللي صارت معاه على أبنائه، مش هيك؟ طيب، فصل الاتصال مع... نعم، نعم. طبعا طبعا، إحنا ما نقول عام أولادك هذا التعامل أو تنطلب عليهم أو تعنف عليهم أو كذا، لا ما يصير، لازم يعني يكون حنون عليهم. لازم الأب يدير باله على أولاده، طبعا عليهم وبعيش، يعني مو لازم يعنف عليهم، يعني يضرب عليهم، هذا شيء طبعا ما يصير، شغله مو حضاري، يعني صحيح المفروض يدير باله عليهم. صحيح، شكرا كثير لك يا ابو البلح، يعطيك الف عافيه. ابو البلح ما شفنا من عندك لا بلح ولا تمر، بس شاطر توقف لي على الهواء، وكل غلطه بغلطها بالحكي على الهواء سجل لي اياها على ورقه. وين البلحات يا محمود؟ ومعنا اتصال ثاني، مين معنا؟ روكان مش ركان. اهلا وسهلا بصديقنا او صديقتنا، انتوا على الهواء. ألو. اوكي، لكن لكن ما عرفنا شو اصل الاسم، ركان ولا روكان. ومشاهدينا نحن مكملين موضوع حلقتنا لليوم اكيد، وهو العنف الاسري. موضوع الحلقه مو ظابط مع الضحكه، بعرف العنف الاسري انا باعتقادي، نحن كنا حابين يكون معنا اخصائيه اجتماعيه لحتى نحكي عن هذا الموضوع اكثر، لكن للاسف يعني على اخر لحظه اعتذرت. لكن انا بعتقد انه العنف الاسري بيرجع لمشاكل نفسيه، وممكن هو على الاغلب يعني بيرجع لمشاكل نفسيه، وقد تكون تاريخه لهذا الزلمه هو عانى من نفس الشيء، فبيرجع بيعامل اولاده بنفس الطريقه. هلا بما انه نحن هذا موضوعنا، رح نحكي عن موضوع ثاني قريب جدا، وهو عن المراهقه. نحن امتى بنلاقي مثلا ممكن انه الرجل يعنف اولاده في مرحله المراهقه؟ لانها مرحله الله يعين كل حدا عنده بنت او شاب عم بمروا هلا بمرحله المراهقه، لانه التفاهم بهاي المرحله معدوم، وغير هيك انا بحس انها يعني حظ، يا انت ابنك بيهنيك بهالمرحله، يا اما ابنك بفوتك ب 600 حيطه، فالله يكون بعونكم. يعني مرحله المراهقه إذا صار فيها أخطاء أنا ما بحط الحق على الأهالي، لأنه أوقات الأهالي بيوصلوا لطريق مسدود. بس خلينا نشوف مين معنا على الاتصال، وبعدين رح احكي لكم عن مرحله المراهقه. الو، طيب مش واضح، مش واضح هيك، في صوت امواج وبحر وكذا. اتصال اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شو شفتي منيحه، مين معي؟
نعيش من أسماء الأنبار. الاسم عفوا؟ عثمان. عثمان أهلا وسهلا فيك، كيفك يا عثمان؟ أدي عندك أولاد؟ أنا موالي 88 وماخذ 6 نسوان. عندي 6 نسوان موالي 88. طيب حابب تشاركنا بموضوع حلقتنا لليوم؟ نعم والله بشارك شباب الحلقه اليوم. تفضل، كانه عندك اولاد انت، كم ولد عندك؟ اختي انا ما في 6 نسوان وموالي 88 وعندي 10 جهال. امتى بلشت؟ مواليد 88 وتزوج 3 وعندك. نرجع نحكي عن موضوعنا ومرحلة المراهقة. إذا كان ابنك بمرحلة المراهقة بيكذب، ومش إذا كان، على الأكيد ابنك بمرحلة المراهقة رح يكذب لأسباب كثيرة، خايف منك، بده يخبي عليك، عم بيعمل شيء غلط، أشياء كثيرة. فإذا كنت أنت كثير عامل رعب لابنك فأكيد رح يكذب عليك، حتى خصوصي إذا وصلت عندك المراحل بالتعامل مع ابنك بطريقة عنف أو بطريقة عنيفة، فأكيد ابنك رح يكذب، مش بس ابنك، كل العائلة رح تكذب عليك. لكن قد يكون الطفل بمرحلة المراهقة بيكذب لأسباب تافهة، ومش بالضرورة يكون أبوه كتير عنيف بالتعامل معه، لكن لما يكذب ليش؟ لأنه بهاي المرحلة الولد بيمر بي أو بيخطر على باله أنه أنا لازم بهاي الوقت أجرب كل إشي من دخان وجر. كيف انت لازم تتعامل مع ابنك؟ خلينا نشوف الدراسات شو بتقول. بمرحلة المراهقة كيف ممكن انت تتعامل مع ابنائك خصوصي اذا كان عم يكذب عليك؟ بقول لك يكتشف الاب ان ابنه كذب عليه عندما قال له، عاملين دراسة على حالة، يعني اب وابنه قالوا له كيف انت اكتشفت انه ابنك بيكذب عليك؟ قال لما قال لي انه هو نايم ببيت صديقه المفضل لعنده، وبعدين اكتشفت انه هو مش نايم ببيت صديقه، فهو كان طالع مع اصحابه. هلا بيقولوا له الاخصائيين وبيقولوا له يلي اجروا الدراسة انه انت كيف لازم تتعامل مع ابنك امتى ما بلش يكذب عليك. عدم إخضاعه لتحقيق صارم وانتظار الحصول على أدلة لإدانته. إذا أنت شاكك شكوك إنه ابنك عم يكذب عليك، ما تحطه بالزاوية وتعنفه وتعمل معاه تحقيق صارم، وإذا هلأ ما بتجاوبني رح تاكل قتلة نصها موت. لا، قل له أنت وين كنت، حيقول لك وين كان فلان، قل له طب اثبت لي، استنى لتاخذ منه أدلة. خلينا نحكي عن هذا الموضوع أكثر. إذا كان الأهل متأكدين من أن ابنهم أو ابنتهم تكذب أو فعلت شيئا خاطئا، عليهم إلا يعني يعملوا تحقيق مع المراهق بشكل صارم يشعره بأنه متهم ووالده محقق شرطة، إذ لا يجوز أن تصبح العلاقة بينهما على هذا النحو، خصوصا عندما يكشف له الأهل الأدلة التي تدينهم. فالمراهق سيشعر بأن أهله تحولوا محققين في مركز للشرطة، وهو المتهم الذي عليه الدفاع عن نفسه. فكلما عمل الأهل على استجوابه بشكل قاس، دافع عن نفسه بشكل عنيف إلى درجة حدوث الشجار بينه وبينهم. هذا قد يجعل المراهق أحيانا يبحث عن الوسيلة المثلى لجعل كذبه أكثر احترافية. يعني لما بده يكذب رح يعمل السيناريو إله أول ما إله آخر لحتى يقدر يثبت لأهله أنه هو صادق، بس فعليا هو كذاب. ليه؟ لأنه الطرف الآخر ما إجوا معاه بطريقة سلسة، إجوا معاه بطريقة مرعبة، أنه أنا الشرطي وأنت المتهم وأنا هلأ بدي أجرم فيك إذا أنت اكتشفت أنه أنت كذاب. 2، أوعى عدم نصب فخ له وإعادة النظر في رد فعلهم عندما يعرفون أن ابنهم كذب عليهم. يعني إذا حسيت أنه ابنك كذب عليك، ما تحاول أنك أنت تعمل له كمين وتخبي عليه وتفاجئه أنه أنت أنا هيني كشفتك لأن أنا عملت لك فخ. خلينا نشوف شو بيحكي الموضوع. بيلجأ أوقات الأهل إلى نصب فخ لابنهم أو ابنتهم إذا ما شعروا بأنها تكذب. فمثلا قد تضع الأم عند الفلوس اللي حاطتها على الطاولة لتتحرى ما إذا كانت ابنتها ستأخذها، ومن ثم تسألها
والبنت رح تنفي مما يثير غضب الأم وتدين ابنتها بالكذب لأنها رأتها بالجرم المشهود. يعني ما في داعي تعملوا لأطفالكم أو لأبنائكم فخ لحتى تكتشفوا إنه هو عم يكذب عليكم. ثلاثة، التجديد على القيم الخاصة بدل تركيز الحديث على مساوئ الكذب. أنت ابنك كذاب، احكي له إنه الكذب مو صح، لكن ما تشدد كثير على مساوئ الكذب، بالعكس تعالوا احكي له عن القيم يلي نحن تربينا عليها. وخلينا نحكي أكثر، إذا كذب المراهق عشان يطلع نفسه بريء من ذنب أو خطأ ارتكبه، على الأهل ألا يصروا على كذبه ومحاولة إثبات أنهم محقون أي أنه كاذب، بل عليهم توضيح القيم التي يعتقدونها وما رأيه في أفعاله. أنت تقول بأن هذه السجائر ليست لك، ولكن أنا ما بصدقك، بعتقد أنك بتخاف من رد فعلي. كنت تعرف أنني لا أريدك أن تدخن، لا يهم ماذا بدأت أم لا، أنا أريد منك أن تذكر أن من المهم بالنسبة إلي بلا بلا بلا. يعني ما تيجي تقول لابنك انت بتدخن ما بدك تحكي لي لانه انت بتخاف مني وانا رح اعمل فيك ورح اسوي رح اسوي، لا تيجي بتحكي له انا بعرف انك بتدخن وانا ما بيهمني هلا شو صار قبل، عفى الله عما سلف، بس بدي اياك هلا من هاي اللحظه توعدني انه نحن الدخان متفقين عليه انه مش تصرف صحيح، فانه من هاي اللحظه بابا بليز انا ما بدي اياك تدخن. ما تشددوا على العقاب، شددوا على انك تحكي له عن قيمنا يلي نحن تربينا عليها. المسامحه اذا اعترف بخطئه، هاي أهم شيء. من الضروري أن يظهر الأهل تفهمهم، وأن من الصعب في بعض الأحيان قول الحقيقة، ولكنهم يقدرون شجاعته في قول الحقيقة. أمتى ما ابنك اعترف لك أنه غلطان سامحه، إذا اعترف أنه غلطان سامحه، لأنه إذا ما سامحته ضليتك تعاقبه بنفس العقاب حيقول لك أنا هيك هيك معاقب، لاش أحكي لك الحقيقة، لا خليني أكذب، بلكي لما بكذب بتصدقني وما بتعاقب، لأني لما بحكي لك الحقيقة ما بتصدقني، فأنا ليش أحكي لك الحقيقة؟ إذا اعترف بغلطه وعدك إنه ما رح يعيدها سامحه عشان تعطي الثقة. وأخيرا، إعلام المراهقين بأنهم يعرفون سبب كذبهم. شو بيقول هذا الرجال؟ أعتقد أنك تخاف من رد فعلي، يخيب ظني بك. يعني يقول له أنا بعرفك يا بابا أنت ليه عم تكذب، أنت عم تكذب يا ابني لأنه أنت خايف من ردة فعلي وخايف أنه أنا نظرتي لإلك تصير سلبية. لا، احكي لي الحقيقة وأنا بوعدك وعد أنه أنا نظرتي لإلك ما رح تتغير، وأنت وعدني أنه هذا التصرف ما ينعاد. مرحلة المراهقة مش مرحلة سهلة أبدا أبدا، إذا حسيتوا أنكم واصلين لطريق مسدود روحوا عند أخصائيين اجتماعيين، قولوا لهم أنا أولادي بمرحلة مراهقة مو عارفة أتعامل معهم، تصرفاتهم 1-2-3-10، اقرأوا اعملوا أي بحث على الانترنت، رح تلاقوا كتير طرق بتساعدكم كيف تتعاملوا مع أبنائكم بمرحلة المراهقة، لأنه مرحلة المراهقة هي اللي بتبني شخصية الشاب أو الصبية، وبناء عليه بكمل لمستقبله. فديروا بالكم يا جماعة، وأكيد نحن وإنتم كملين موضوع حلقتنا اليوم وهو عن العنف الأسري، شو أسبابه؟ اتصال. ألو ألو، ماكو اتصال. مكملين نحن وانتو وجولتنا السريعة بعالم الأخبار المنوعة أكيد مشاهدينا. نحن دائما لو نصحى الساعة 8 بنصحى نعسانين، وخصوصا بفصل الشتاء، لكن بيقولك إذا انت صحيت من النوم ولما قمت رتبت سريرك شو بيصير؟ خلينا نشوف. كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الأشخاص الذين يبادرون إلى ترتيب أسرتهم في الصباح فور الاستيقاظ من النوم أكثر سعادة وإنتاجية من غيرهم. شباب بترتبوا أسرتكم بس تصحوا؟ ما بصدق. طيب، وأظهرت الدراسة التي أجراها موقع هونش وشملت حوالي 68 ألف شخص أن 59% من الذين شملتهم الدراسة لا يرتبون أسرتهم في الصباح، في حين أن 27% فقط منهم يرتبون أسرتهم، أما الباقين فيدفعون المال لآخرين لحتى يرتبوا لهم أسرتهم، يعني بمعنى آخر بيكون في عندهم خدم بالبيت أو هيك شيء. وأظهرت الدراسة أن ترك السرير عند الصباح يا جماعة في حالة فوضى
يغري بالعودة إلى النوم. هون البوينت. أما بعد عملية الترتيب التي لا تستغرق أكثر من دقيقتين فيزول هذا الشعور، وأن شعورا بالنشاط والفخر يحدث بعد ترتيب السرير باعتباره أول إنجاز في ذلك اليوم، ما يزيد الرغبة بإنجاز المزيد من المهام الأخرى. وبتقول الدراسة أن غرفة النوم المرتبة النظيفة تعطيك حافز على العمل والنشاط، أما الغرفة الغرقانة بالفوضى بتخليك بدك ترجع تنام. فهمتوا شو موضوع الدراسة؟ إنه أنت لما بتصحى من النوم بترتب سريرك، خلاص مخك بيقتنع إنه خلصت مرحلة النوم والكسل، أنا هلأ لازم أبلش أنجز المهام اللي علي هذا اليوم. لكن إذا أنت بتصحى وبتخلي تختك كتير بفوضى ومش مرتب، بضل في عندك هيك الشكل، التخت بيغريك إنك ترجع تنام وبتضلك كسول. دراسات كتير بيعملوها لكن ما بنعرف إذا هذا الشيء بيزبط عنا هون أو لا. يعني هاي الشباب مبسوطين ما شاء الله، بس ولا واحد زبط تخته قبل ما يطلع. أكيد بناخد، أنا متأكدة. طيب حاول أصدقك عمر بس عشان القهوة. اتصال من معي؟ ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عنوان حلقتنا العنف الأسري باعتقادك. العنف الأسري شو أسبابه؟ ألو. طب ارجع احكينا رجاء ما عم تسمعني منيح. على ما يبدو انك عم تسمعني من التلفزيون مش عم تسمعني من التليفون. ومشاهدينا الى عالم التكنولوجيا، بما انه التكنولوجيا مدوختنا نحن هالايام، وخصوصي السمارت فون، الهواتف الذكية اللي هي تاتش ومش تاتش. في هواتف ذكية لكن في 5 هواتف غبية، يعني هي ذكية بس غبية. خلينا نشوف اغبى 5 هواتف ذكية. يعني لو أنا محل صاحبة هاي الشركات بزعل، يعني برفع عليهم قضية. المهم موبايلاتنا مش من ضمن أغبى 5 هواتف ذكية. لكن مشاهدينا يلي بدي يشتري موبايل جديد، محمود مبروك الموبايل طبعا، يلي ما شاء الله، يلي بدي يشتري موبايل جديد احضروا هذا الفيديو. وأكيد مشاهدينا مكملين نحن وإنتوا، وعنوان حلقتنا لليوم العنف الأسري. لا شو بيرجع سبب العنف الأسري؟ بنشوف الجزء الثاني من تقريرنا. وأكيد بنقول لإبراهيم الدوري يعطيك ألف عافية. خلينا نشوف رأي بعض الناس. هي أولا تبدأ دائما إحنا نعطي حرية للرجل أكثر من المرأة، هاي أول شيء. هو سببه الخلاف دائما يبدأ يا أما من الزوج يا أما من الزوجة، فيصير العنف دائما من الزوج. يعني قليل تسمع انت عنف الزوجه لزوجها، فلهذا احنا دائما نشوف الرجل مطيع حريه اكثر من المراه. فلهذا السبب نشوف العنف الاسري يبدا من الرجل وبعدين يسلط على الابن، يسلط على الابن البيت، لان ماكو حد يحد من الرجل، انه كل شيء له والمراه لها حدود لازم ما تتجاوزها، وما يصير وما كله يذبون اللوم على الزوجه. فلهذا العنف يصير من الرجل. كوما صايرة. يعني أنا اللي أسمعه أنه هوايدة تحدث، وتحدث عنف، مثلاً عنف الأخ على أخته، مو بس الزوج على زوجته. يعني هاي أكثرها. حتى من تروح أنت بالمدارس العنف، تلقى المدرسة تكون عنيفة ويا طلابها، تلقى المدير عنيف ويا موظفيه. فتبدأ مو بس بالأسرة. فلهذا هو احنا مفهومنا غلط، لان هو تربيه الرجل غلط وتربيه البنيه هم غلط، فيعتب كل عن الاب والام تربيتهم الغير صحيحه. هسه اغلب العوائل قله الماده صارت، شغل ماكو الشباب زين، فدا يرجع اسبابه يرجع للعائله زين. من الشاب يدور على شغل وماكو يرجع على العائله، تصير مشاكل اعتيادي زين. يذب عصبيته بالبيت زين. يعني شاب خريج هسه كلهم متخرجين وديرج يطلعون يدورون شغل ماكو، وين يذب عصبيته غير على العائله؟ الاب ينفر الام تنفر. يعني هذا السبب، وهواية اسباب. يعني اكو قله مزاج زين، يصير الشباب قله الماده هم تؤدي للعصبيه زين. اكو خيانه هم تؤدي الى العنف الاسري، خيانة الزوج لزوجته هسه حاليا هم دا يؤدي الى العنف. اي زين، التربية تدخل في المشكلة؟ والله طبعا اساس البيت والتربية زين.
إذا الولد أو البنية متربين تربية يعني زينة وصحيحة، زين تربية أسرية صحيحة ودارس زين ومكمل تعليمه. حلو. لكان العنف الأسري مثل ما قالت السيدة، طبعا تحياتنا لهم جميعا، إن شاء الله يكونوا عم يحضرونا. قد يكون عنف الابن على أخته بمرحلة المراهقة، ممكن بده يعمل عليها رجال يتحكم فيها، ممكن هذا العنف ينتقل مثل ما قالت للمدرسة، ممكن الأم تكون معلمة لما بتشوف هذا العنف ببيتها فبينتقل للمدرسة وهي بتعنف الطلاب. يعني العنف هو أصلا بكل مصطلحاته وبكل مسمياته هو مرفوض، لكن العنف الأسري هو الأساس، ومثل ما قالت بيرجع الأساس للتربية، تربية الأم والأب، وللأسف ممكن تكون أشياء متوارثة. يعني إن شاء الله ما يكون في منه هذا الحكي عنا وعند كل يلي عم بيشاهدونا ومشاهدينا. نحن هيك بنكون تقريبا وصلنا لآخر فقرة بحلقتنا لليوم، خليكم معنا. بحلقتنا لليوم رح نروح، أو بفقرة الزمن الجميل رح نروح للزمن الجميل لكن بطريقتين. بأول طريقة رح نسمع أغاني من الزمن الجميل، وتاني طريقة رح نروح بحدثة بمثل هذا اليوم، شو أهم الأحداث يلي صارت بنفس تاريخ اليوم لكن بسنوات قديمة جدا جدا جدا. رح أبلش أنا وأنتو، رح أحكي شوي بعدين رح ننتقل لزمننا الجميل وأغاني جميلة من هذاك الزمن. بتاريخ اليوم بالعام 1091 كان سقطت مدينة قرطبة الأندلسية بيد دولة المرابطين. بتاريخ اليوم من العام 1804 كان وصول الوالي العثماني الثالث لمصر خورشيد باشا، وذلك بعد جلاء الحملة الفرنسية عنها. بتاريخ اليوم من العام 1872 ضرب زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر منطقة اسمها أوينز فالي في كاليفورنيا. واو 7.8. بتاريخ اليوم من سنة 1931 كان هناك توقيع معاهدة تعاون بين العراق والأردن، إن شاء الله دائما التعاون موجود. من تاريخ اليوم بالعام 1945 قوات الحلفاء تحتل مدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية. وإلى الزمن الجميل. بصراوي غسان صح؟ عشان هيك دورت بغداد. احكي لي غسان، بعدين دورت بغداد للبصرة رحت. طيب مكملين نحن وانتم مشاهدينا واغاني من الزمن الجميل وحدث في مثل هذا اليوم بفقره الزمن الجميل. حدث بمثل هذا اليوم من العام 1952 الفرنسيين اعتقلوا اعضاء الحكومه التونسيه واخذوهم الى جنوب تونس. بالعام 1953 العالم الامريكي يوناس سولك يكتشف مضاد أو مصلا ضد شلل الأطفال. حدث بمثل هذا اليوم من العام 1954 كان الإعلان عن حل مجلس الثورة العسكري في مصر لكن تم الرجوع عن ذلك. حدث بمثل هذا اليوم من العام 1971 استقلال بنغلاديش عن باكستان. معلومات جديدة استفيدوا يا جماعة ونحن بنستفاد أكيد. حدث بمثل هذا اليوم من العام 1979 التوقيع على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في واشنطن العاصمة، وذلك تحت إشراف الولايات المتحدة. بال 1993 اغتيال الكاتب والشاعر الطاهر جعوت في الجزائر، وبال عام 2007 بتاريخ اليوم إجراء استفتاء تعديل الدستور في مصر، وأخيرا رح نروح للعام 2016 حكومة الوفاق الوطني الليبية تبدأ عملها في تونس العاصمة برئاسة فايز السراج. حدث في مثل هذا اليوم مكملين نحن وانتو. حسب معلومات غسان انه الفيديو اللي كان محطوط على الاغنيه بالستينات، واكيد معلوماتك هاي يا غسان، طب ما انت مواليد 2007، وهاي الفيديو كانت لعائله رايحه رحله فصوروا رحلتهم بالكامل من وقت ما طلعوا لحد ما رجعوا اللهم لا حسد.
ما صار اي مشكله بالريحه، لانه نحن دائما العائلات الاردنيه او 90% لما نطلع رحله لازم يصير في طوشه بين الاب والام، ليش نسيتي ينسيت الطنجره ويرجع الاب ولازم يتخانقوا الاولاد مع بعض، يعني الرحله بتقلب ماساه للاسف. ومع هيك بنرجع مبسوطين. لكن مشاهدينا نحن اليوم كان حديثنا عن العنف الاسري، بنتمنى ما يكون في عنف ولا باي نوع من الانواع، لكن ديروا بالكم على اولادكم، لانه اذا انت عنفت ابنائك ابنائك رح يعنفوا ابنائهم، فديروا بالكم على اولادكم يا جماعه. والى الطلاب العراقيين في الاردن، يوم الاربعاء عطله رسميه لانه في انتخاب لنقابه المعلمين، لا تنسوا يوم الاربعاء عطله رسميه للطلاب هون في الاردن. شكرا، بكره حلقه جديده وعنوان جديد، والى اللقاء.